السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه فدوى وسام. راح نديرو فلان بالفواكه. هنا عندي موز، تفاح وفراوله. بالنسبه للكميه، من الافضل نتوما ديروا البانان والتفاح اكثر من الفخاز. هنا تقطعوا البانان دوائر، التفاح ما يكون مقشر ومقطع مكعبات، والفراز كذلك يكون مقطع مكعبات. تعصروا عليهم نص حبه تاع عقلي باش التفاح والبانان ما يكحلوش. في كسرونه جبت لتر من الحليب، راح نضيف عليهم 200 غرام من فلان فاني او ذوق الكراميل، يعني اللي يكون متواجد عندك فاني ولا كراميل. تخلطوها كبارد في بارد وتحطوها فوق النار. 200 غرام فلان كراميل او فاني ما يعادل 12 ملعقه كبيره في لتر من الحليب، لانه رانا دايرين الفاكهه. هنا لازم نضاعفوا الفلان، ما نديروش كيما مكتوب يعني في العلبه، انه نورمالمون في لتر حليب نحطو 100 غرام تاع الفلان. هنا نضاعفوا المقادير على جل الفاكهه، لانه الفاكهه تطلق الماء تاعها، فضاعفنا المقادير. هنا نحطو الفخاز في المول، هي من الاحسن قلت لكم من التفاح والبانان اكثر من الفخاز. ممكن تضيفوا كيوي لهذا الوصفه. هكا الفاكهه في المول، نخلي هاد الفاكهه يعني جانبا، ونجيب البيسكوي نحطو من الفوق. هنا البيسكوي درت هذا تاع بيتي بار اختياري، تبغوا ديروه تبغوا ما ديروش. راح نديرو هكا من الفوق، كي نديرو نوع اخر من البيسكوي. نخلي المول تاعي هكا جانبا ونروح للفلان. نخلط مدة دقيقتين ولا ثلاثة، عادي كيما ندار يعني تحضروا الفلان. المهم تبقاو تحركوه، ومن بعد تفرغوه فوق الفاكهه. هنا النصيحة اللي نقدمها لكم، بعد ما تفرغوا الفلان تاعكم هكا فوق الفاكهه، تغطوه بسيلوفان تخلوه في المطبخ حتى يدفى، يعني ما تدخلوهش وهو حامي للثلاجة. كي يدفى تخلوه في الثلاجة حتى يبرد مليح. وهذا الفلو حتى كي تبغوا يعني تتناولوه باش تقدموه، يعني خلوه في المول تاعو، لانه الفاكهه من بعد تطلق الماء تاعها، سيغتو لو كنتو دايرين بزاف الفخاز. يعني هنا كي تبغوا تقدموا الفلو تاعكم باش تحطوه في طبسي وتقدموه، يعني وقت اللي تكونوا باغيين تتناولوه باش تقدموه الفلو تاعكم. نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم، يجي بزاف هايل. سيغتو الاطفال اللي ما ياكلوش الفاكهه هكا ممكن يعني يتناولوها مع الفلو، ما يجي شهي في رمضان. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. اذا عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد الوصفات. وكاين عده انواع من التحليات في القناه، ما عليكم غير تشوفوهم وتجربوهم كلهم ناجحين. تهلاو في روحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.